نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات اللي شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها تشغيل 22 مشروع ضمن مبادرة حياة كريمة تجريبيا في محافظة أسوان، افتتاح مساجد جديدة بتكلفة وصلت ل 9,350,000 بمحافظة البحيرة. كمان معنا بدء التشغيل في بوابات الدخول للشواطئ في بور فؤاد منع للتكدس، ومحافظة المنوفية بتتلقى 1830 بلاغ وشكوى عبر مركز الشبكة الوطنية للطوارئ في المنوفية. أخبار تانية كتير عن محافظاتنا نستعرضها. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث، أبرزها أن وحدة حياة كريمة أكدت أنه تم الانتهاء حتى الآن من 22 مشروع بنسبة 100% وجاري العمل في 13 مشروع آخر بنسب تراوحت ما بين 60% و95%، مع الإسراع في وتيرة العمل بكافة المشروعات المتبقية ليتم إنهائها وفقاً للتوقيتات الزمنية المحددة لها. افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة 6 مساجد جديدة بمراكز أبو المطامير والدلنجات ودمنهور وإتاي البارود والرحمنية بتكلفة إجمالية 9,350,000 جنيه، وده في ضوء الدور الكبير اللي بتقوم به الدولة في البناء والترشيد وعمارة المساجد، بالإضافة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف. أعلنت مدينة بور فؤاد البدء في تشغيل بوابات مداخل شاطئ المدينة لتنظيم دخول المصطفين، مع التزام الجميع بالطابع الحضاري ومنع أي مظاهر عشوائية على مدار اليوم، مع انعقاد غرفة عمليات المدينة الرئيسية على مدار الساعة تحسباً لأي طارئ. أعلنت محافظة المنوفية عن تقرير مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين خلال النصف الأول من العام الحالي، وتم تلقي 1830 بلاغ وشكوى بكافة القطاعات الخدمية على مدار الـ 24 ساعة يومياً، بالإضافة للتواصل المباشر والرد على استفسارات المواطنين. انطلقت القافلة الدعوية المشتركة بين الأزهر الشريف والأوقاف ودار الإفتاء المصرية لمساجد محافظة شمال سيناء في الشيخ زويد والجورة ورفح 2 في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، وشملت القافلة 13 عالم من الجهات الثلاث. أكدت مديرية الصحة بني سويف قيام المديرية بتنفيذ قافلة بقرية علي حمودة مركز ناصر على مدار يومين، مكونة من 9 عيادات في تخصصات البطنة والأطفال والجراحة والعظام والأسنان والنساء والجلدية وتنظيم الأسرة، وفي ظل إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1714 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. زار مدينة سانت كاترين عدد من السائحين والزائرين المصريين لزيارة المقدسات الدينية والتاريخية وتسلق جبل موسى لمشاهدة شروق الشمس من أعلى قمة جبلية في مصر، واستقبلت المدينة 418 سائح وزائر بيمثلوا عدة دول أوروبية وأسيوية، بالإضافة لعدد من الزائرين المصريين.